ورحمة الله وبركاته. كيفكم حبايبي؟ على كل حال إن شاء الله تكونوا بخير وسلامة. اليوم الاثنين 12/10 من عام 2020، إحنا بشهر تشرين الأول. تذكروا التمهيدي بيت حروف المد؟ أكيد الكل بتذكره. تذكروا مين كان ساكن فيه؟ خلينا نذكر مع بعض. أول واحد، أول حرف سكن فيه هو حرف آ. الحرف الثاني سكن فيه حرف آ مقصورة، لفظة آ ما بنصيع عليه آ. الحرف الثالث سكن في بيت حروف المد هو حرف أو. أو. الحرف كمان سكن في بيت حروف المد هو حرف إي. إي ما بنصيع عليه. الحرف الأخير سكن في بيت حروف المد هو حرف إي. يلون نقطتين كمان مرة نقرأهم آ آ أو إي إي. خلينا مع بعض نراجع كتابتهم. حرف الآ نقطة على السطر، ننزل خط مستقيم للسطر آ. الحرف الثاني هو حرف الآ مكسورة من النقطة، بعمل راس البطة، بطن البطة وذنب صغيرة آ آ ما بنصيع عليه لأنه مكسور. حرف الآخر هو حرف من النقطة، نعمل خط، نعمل لفة وبننزل تحليقة، هو حرف أو. أو الحرف الآخر من حروف المد هو حرف من النقطة، بننزل خط مستقيم للسطر وبنمشي الشارع ونقطتين. شو هذا الحرف التمهيدي؟ أحسنتم، إي. إي أول الكلمة. حرف الإي نهاية آخر الكلمة هو كبير، راس البطة، بطن البطة وذنب صغيرة وإله نقطتين. أحسنتم، إي أول الكلمة، إي آخر الكلمة. كمان في حرف تعلمناه، حرف إب، راس خط على السطر وبنمشي الشارع ونقطة واحدة. حرف الإي أول كلمة له نقطتين، حرف الإب أول كلمة له نقطة واحدة. إب كبيرة هي إب نهاية الكلمة، راس خط على السطر وبنمشي الشارع وبنطلع كمان خط لفوق السطر وإله نقطة واحدة. الإب أول كلمة رافعة إيد واحدة، الإب آخر كلمة رافعة إيدتين. امبارح تعلمنا حرف كثير حلو، حرف جميل بدي أكتبه باللون الأخضر. انتبهوا عليه كيف طريقة كتابته. من النقطة فوق السطر بشوي مننزل للسطر نعمل صحن، منسكر الصحن ومننزل زحليقة صغيرة. ام ام اول الكلمة كمان مرة، من النقطة فوق السطر بشوي بعمل صحن صغير لليمين وبسكر الصحن وبنزل زحليقة صغيرة وبمشي على السطر. ام ام اول الكلمة، ام اخر الكلمة النقطة على السطر. بطلع جبل، بنزل على السطر، بعمل الشارع ونزل تحت السطر. كمان مرة، النقطة على السطر، بطلع جبل وبسكر الجبل من تحت، بمشي الشارع وبنزل لتحت السطر. ممتازين تمهيدي. ارفض معاي الحرف بالشكل الصحيح. ام ام اول الكلمة، ام ام اخر الكلمة، ام ام ممتاز. تمهيد حبايبي، حرف الام بحب كتير اللعب، حرف كتير حلو وبحب يلعب مع الحروف الاخرى. فكر فكر، حكى مين هم اللي بحبوا يلعبوا مع الحروف كلياتها؟ صحيح هم حروف.
المن هم أصدقاء الحروف. خلينا نشوف كيف بده يلعب مع كل حرف. هيا وقف هون حرف الام. طلع كيف بتحط كتابته. بنزل صحن بسكره وبنزل على السطر. تعالوا نشوف مع مين لعب. راح على بيت حروف المد، طق الباب واستأذن. السلام عليكم يا حروف المد، أنا حرف الإم، ممكن تلعبوا معي؟ أنا حرف كتير حلو وبحب ألعب مع كل الحروف. طلع عليه حرف الآم، ممدود الآم، حكى له أهلا وسهلا فيك يا حرف الإم، أنا بلعب معك. حكى له تعال نلعب مع بعض عند الحديقة. طلع يا زميلي، لما إجا حرف الآم وقف جنبه صار يلعب معاه، الام صارت تحكي ام ام، والا صارت تحكي آ آ. حرف الام حرف الا صاروا يحكوا لبعض. شو رايك نلعب مع بعض ونمسك ايدين بعض ونكون لنا اسم حلو؟ حبيت تعال نشوف. حرف الام وقف على السطر ومد ايده، وحرف الا مسك بايده. شايفين تمهيدي؟ صاروا حرفين ماسكين بايدين بعض. لما يكون حرفين ماسكين بعض، الحرف الثاني بيكون حرف المد، بصير اسمهم مقطع. شو بصير اسمهم تمهيدي؟ مقطع. اذا المقطع مكون من حرفان، المقطع مكون من حرفان رائعين. الحرف الثاني لازم يكون احد حروف المد، والحرف الأول أي حرف؟ إب، إم. أهم شيء يكون الحرف الثاني أحد حروف المد. تعالوا نشوف شو صار اسمهم. إم آ ما، رائعين. إم آ ما، بس إحنا صرنا كبار، لا ما لازم تهجى بصوت عالي. شوفوا كيف بتهجى. إم ما، على طول لما تشوف الحرف المقطع لازم تقرأه على طول. ما، رائعين. تعالوا نشوف كلمات على مقطع ما. ما هذه الصورة يا تمهيدي؟ أحسنتم، إنها صورة ماعز، إنها صورة ماعز. تعالوا نكتبها على اللوح. حرف الإم صحن بنسكره من فوق، وبمسك بإيده حرف الآ. طيب دقي راسك عشان اعرف امسك بايدك براسك.
طلع كيف التمهيدي صار كتاب حرف الآ مكسورة لما مسكت بحرف الإن. الراس بدل ما هو فوق السطر نزل تحت السطر. مكسورة كلها تغلي فوق السطر، شايفين أجملها؟ الراس نزل تحت السطر عشان تعرف الإن تمسك بإيدها، وصار اسمها ما. ما صارت يعني ممتازين، مقطع رائعين يا تلميذي. مقطع ما، مقطع ما. وعرفنا ان المقطع مكون من حرفان، لازم الحرف الثاني يكون احد حروف المد زي الآ. تعشف كلمة على مقطع ما. انتبه يا تلميذي على الرسمة اللي بدي ارسمها، وانتم لحالكم احذروا شو هي الرسمة. هي في ولد شاطر بشوت الطابة وين؟ أحسنتم، بالمرمى. مر ما، تعالوا شوفي تلميذي كلمة مرمى في موجود فيها مقطع. كما نعرف أول خطوة نطلع على الكلمة فيها أحد حروف المد. تعالوا شوف فيها لا فيها ممتاز، فيها مكسورة اللي هي لفظها وين هي تلميذي؟ هيها رائعين، هي مكسورة. شو بيجي قبلها؟ حرف الام اللي اخذناه، يعني صار كلياتهم مقطع ما، مقطع ما. تعالوا نشوفها مرة. ما، ام ما، مر ما، مر ما. رائعين يا تلميذي. طيب هسا لعب الآ مكسورة اللي هو لفظ آ مع حرف الإن، وكان كثير مبسوطين، روحوا على بيته بس حرف الإن، لأنه كثير نشيط صار يحكي أنا ما زهقت لعب، أنا ما خلصت لعب، بدي أروح أنادي على حرف من أصدقائي حروف حروف المد عشان أرجع ألعب. صار يحكي خليني أروح على البيت وأستأذن منهم. دق الباب، السلام عليكم. حرف الآل ممدود ما رد عليه، مكسورة ما رد عليه. حرف الأو رد عليه، حكى له نعم مين بدك؟ حكى له أنا حرف الإم بدي ألعب مع أحد حروف المد. قال له أنت حروف المد؟ قال له طبعا إحنا حروف المد اللي هم آ و إي. ممتازين، يعني أنت حرف المد أو؟ حكى له نعم. قال له تعال تفضل العب معي. حكى له طبعا بلعب معاك، أنا كثير بحب اللعب. وقف حرف الأو جنب الإم، شوفوا شو صار. مسك حرف الإم، حرف الأو، إحنا بنعرف إنه حرف الأو كتابته فوق السطر بشوي، بس لما مسك بإيد الإم، مسك ونزلت الإم على السطر، يعني من إيد الإم بنطلع لفة وبننزل زحليقة، رائعين. شو صار اسمه؟ إم أو مو. إم أو مو، أحسنتم، بس إحنا لما نقرأ ما نتهجى بصوت عالي، نتهجى هيك. إم أو مو، لأن إحنا كبار. إم أو مو، رائعين يا تلميذي. خلينا نشوف كلمة على مقطع مو. إيش هاي الصورة؟ أحسنتم، صورة ليمون. ليمون حامض ولا حلو؟ أكيد حامض، ليمون. تعالوا نشوف لما نكتب على اللوح ليمون. بدنا نشوف إيه تنهيدي كلمة ليمون فيها مقطع. كما نعرف أول إشي بنطلع على الكلمة فيها أحد حروف المد. تعالوا نشوف فيها لا حرف ال مش آ، فيها آ كمان لا، فيها أو. ممتازين، هيها الأو، رائعين يا تلميذي. أو نتطلع على الحرف اللي قبل الأو، هو حرف إم، يعني تلميذي إم أو فيها مقطع مو. إم أو مو فيها مقطع آخر، ممتازين. إيش هو؟ حرف الاو كان موجود بالكلمه، في حرف الاي كمان صح، حرف الاي
احد حروف المد وفي جنبي حرف بس هذا حرف ال. ما اخذنا ما عندنا اياه، احنا خلينا نركز على الحرف الام. لما يمسك بايد الاو بصير مقطع مو. ليمون ليمون. احسنتم. كمان يا تلميذي خلينا نرجع نراجع قراءة المقاطع مع بعض. ام ا ما ام ا ما. كلمة ماعز، كلمة ماعز. شوف مقطع ما ام ا ما ام ا ما. رائعين يا تلميذي. خلينا نشوف كلمة على المقطع ما. ما عز ما عز. لنضع دائرة على المقطع ما. ما بنحط دائرة على حرف الام بس او حرف الا، لازم المقطع كامل لان المقطع مكون من حرفان. ممتازين. ما عز نحطها جنب كلمة ما عز. المقطع الثاني هو مقطع ام ا ما. ما مصيح على ام بسرعة. ام ا ما. كلمة مرمى مرمى مرمى. شوف مقطع ما حرف الآ مكسورة ما مصيع عليها. ام ا ما ام ا ما. رائعين يا تلميذي. نشوف الكلمة المقطع الثالث هو مقطع ام او مو. ام او مو. كلمة ليمون كلمة ليمون. نشوف المقطع ام او مو. ام او مو. لازم لما نتهجى ما نحكي ام او على طول، لانكم احنا شاطرين وكبار صرنا نتهجى ام او مو. ام او مو. الكلمه اللي بتدل على مقطع مو هي كلمه ليمون. وين مقطع مو؟ احسنتم. هي حرف المد او واللي قبله حرف الام، نضع دائره عليه. رائعين يا تمهيدي. ليمون. حكينا حرف الاي مقطع، مقطع مع حرف ال هي احد حروف المد صحيح، بس حرف ال احنا لسه ما اخذنا، ان شاء الله بناخذه بالاسابيع الجاي. ليمون. رائعين يا تمهيدي. خلينا نراجع مع كتابة المقاطع. اول مقطع اخذناه هو مقطع ما. ما شوف كتابته مع بعض. حرف الام اول شيء بنكتب من النقطه اللي فوق السطر، بنزل صحن وبسكر الصحن وبنزل فهلاقه وبخلي ايدي ماسكه بايد الا، ماسكين بايدين بعض. ما لان المقطع مكون من حرفان مش حرف واحد، حرفان. الحرف الثاني بيكون احد حروف المد اللي هي ا و اي. ما المقطع الثاني هو مقطع مثل حرف اقراوا لي اياه هسه. حرف الام سكرناه من فوق ونزلنا تحليقه وعملنا حركه انه الآ مكسوره ما تنحط من فوق السطر تنكتب، بتدلك رقبتها وراسها عشان تمسك بايدها الآ. الام نزلت تحت السطر وعملنا البطن وعملنا دم صغير. شايفين يا تلميذي كيف راسها حرام؟ نزلت تحت السطر عشان تعرف تمسك بايدها حرف الام. ما صار اسم مقطع ما. ما ما بنصيع عليه. المقطع الثالث والاخير هو مقطع مو. حرف الام بنزل صحن بسكر الصحن وبنزل تحليقه وبمشي شوي على السطر وبكتب جنبه حرف الاو. الاو احنا بنتعلم نعرف من كتابته فوق السطر، بس لما يمسك بايد حرف الام لازم يكون كتابته على السطر. بمسك بايد الام بعمل شحطه وبعمل لف وبعمل تحليقه. شو صار اسمه؟ مو مو. ما 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 مو مو. ويعطيكم ألف عافية.